حياكم الله مشاهدينا، يا هلا ويا مرحبا بكم. ما زلنا مستمرين متواصلين معكم هنا مشاهدينا مركز اكسبو شارقة والمهرجان الدولي للتصوير في هذه النسخة الاستثنائية الخامسة، وبمشاركة عدد كبير من المصورين والمبدعين من دولة الإمارات ومن مختلف دول العالم الذين حرصوا على المشاركة هنا في اكسبوجر هذا العام. يسعدني في هذه اللحظات أنا وزميلتي علياء أن نرحب معكم مشاهدينا بالمصور الفوتوغرافي محمد مراد. يا هلا ويا مرحبا بك، يسعد صباحك. يسعد صباحك، مشكورين على الاستضافة. حياك الله. أوحي. في بداية قبل ما نتكلم عن بداياتك كمصور والتطورات اللي حصلت في هذا المجال، مجال التصوير الفوتوغرافي، نتكلم عن الظروف الاستثنائية. نحن نمر في مرحلة استثنائية وظروف استثنائية، ولكن المهرجان هذا العام قائم ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء مشكورين على الاستضافة. بالنسبة حق المهرجان والوضع، صراحة فعلا هو الوضع صعب. أنا ما توقعت المهرجان بيصير يعني، وهو كان أساسا شهر 9، لكن الحمد لله أنه مشى واشتغل، وصراحة كان أحلى من العام. فالوضع بالعالم كله يعني شوي متوتر، وخاصة احنا حتى بالكويت عندنا الوضع متوتر، لكن إن شاء الله تعدي يعني أزمة وتعدي يعني، الله يسهل إن شاء الله. خلنا نتكلم أستاذ محمد عن مشاركتك في إكسبوجر هذا العام وعن ما تعرضه من أعمال. أنا هالسنة مشارك في معرض وأقدم محاضرتين ورش. المعرض اسمه Absence of Color، بلا ألوان. فكرة المعرض أن لغيت عنصر اللون بشكل كامل وركزت بس فقط على الضوء، يعني الصور كلها أسود أبيض، فقط أماكن الضوء هي اللي بارزة. والفكرة منها أن أخلي اللي يشوف الصورة، المشاهد الفيور، أن يلغي كل شيء، أي ديستراكشن، أي مشتتات تلغي، ما راح يفكر إلا بالنمط الصورة، الباترن، الكمبوزيشن، الضوء بشكل خاص. فكانت هاي الفكرة يعني من المعرض. نعم، يوم نتكلم عن الصور فنتكلم عن مجموعة من العوامل التي تساهم في نجاح هذه الصور، أبرزها وأهمها أعتقد التكنولوجيا. هل نقدر نقول أن التكنولوجيا ساهمت في إنجاح الصور، وكيف خدمت المصورين؟ والله شوف، التكنولوجيا الحين قاعد تسهل حق المصورين وايد. نعم. أنا ما يعني أنا مبلش جديد 2015، فاللي قبلي كانوا يصورون أيام الفيلم وهو أصعب وأصعب. لكن أعتقد مهما كانت التكنولوجيا كبيرة ومتطورة، يظل فكرة الصورة هي الأهم. فكرة المصور، نظرة المصور، شلون يشوف المشهد، شلون يوصله حق المشاهد. فالتكنولوجيا جدا تساعد، لكن تبقى الصورة يعني فكرتها كلها عند المصور. خلنا نتكلم عن يمكن فكرة الصور الخاصة فيك بلا ألوان، واستخدام الإضاءة كذلك جزء مهم من عملية التصوير يمكن العديد من المصورين يعتمد عليه. هل فعلا البعض يقول أن الإضاءة الطبيعية هي الأفضل، والبعض طبعا هذه مدارس مختلفة يمكن في التصوير، ماذا تفضل أستاذ محمد؟ أنا أفضل الإضاءة الطبيعية، أنا أصور وايد لايف، فصعب نستخدم إضاءات صناعية. استخدمت وتطلع صور حلوة، لكن صعب. الحيوانات ما قدرين تقول مثلا، ما قدرين كلمة يعني أقول أوقف هني ولا أسوي كذي، فإحنا نحاول كثر ما نقدر. بس دائما أنا بالنسبة لي أفضل الإضاءة الشمس. نعم. أستخدم فلاش، لكن صور يعني لها أفكار خاصة يعني لها طبع خاص فيها، لكن أنا دائما أفضل الإضاءة الطبيعية أكيد. نعم، ذكرت أنك بديت في 2015. نعم. يوم بديت في هذا المجال، في أي مجال بديت؟ وخبرنا عن البدايات. والله أنا بلشت في كل شيء يعني. كل شيء. يعني صورت ماي، صورت لاندسكيب. نعم. صورت نمل، اي شيء كنت اشوفه اصور. فش اسمه اللي صار انه بعدين قمت ادخل يوتيوب، انا اصور بالتليفون كنت، بعدين قمت ادخل يوتيوب، ما يوتيوب اتعلم. بعدين خذيت دوره اساسيات عندنا بالكويت في مركز عمل تطوعي، بعدين بلشت اصور طيور، وكانت الصور يعني مش ولا بد على قولتهم. فشافوا في ناس تتابع تشجع بالانستغرام، ما انستغرام، فقلت ها خل اشتري على الكاميرا احترافيه وابلش، والحمد لله بلشنا.
خبرنا استاذ محمد عن الورش اللي تقدمها خلال اكسبوجر هذا العام، ذكرت ورشتين. ايه كلمنا عنهم. في واحدة حق اسمها فوكس جروب، بنتكلم عن تقنيات التصوير بالوايلد لايف، والورشة الثانية يعني هاي الورش الفوكس جروب بتكون يعني نقاش فلسفي يعني. أما بالنسبة حق الورشة الثانية يوم السبت أعتقد بتكون أدفانس لايت روم، برنامج لايت روم أدفانس شلون يشتغلون فيه مدة ساعتين ونص تقريبا. ماذا أضاف لك مهرجان إكسبوجر وماذا أضاف إلى رصيد المصور محمد؟ والله شوفي بدون مبالغة يعني ما فيها مجاملة، أنتوا أهلنا، أنا سافرت وايد، رحت فزت بفرنسا وفزت بإسبانيا وفيهم عندهم معارض يعني مشابهة. بس يعني ما يقارن اللي قاعد يسوونه هنا بإكسبوجر صراحة، شيء وايد فخم. أنا ككويتي أفتخر إن في شيء موجود بالخليج، شيء يعني من تنظيم، من تنسيق، من ورش. الورش جدا مبالغها بسيطة يعني، المصورين أسامي كبيرة. لو أنا مثلا أقرر بأخذ ورشة عند واحد بطيك تذكرة سفر وسكن، بروح لأمريكا أو ديرته. أما هني ما في يعني، الورش يعني مسهلين الأمور حق المصورين، التنظيم، طريقة طباعة الصور، اختيار المصورين، يعني صراحة شيء شغل جبار. يعني أنا ما شفت كذي صراحة يعني، يعني بالتصوير كله، فشيء حلو كإضافة لي طبعا، إضافة كبيرة. أنا أتشرف يعني أنهم كلموني واختاروني، يعني أن المصور يكون في عنده معرض شخصي، هذا شيء وايد حلو ومفخرة لنا. فصراحة يجزاهم الخير، ما قصروا صراحة يعني، جهد يشكرون عليه. جميل، شكرا لك أستاذ محمد مراد على وجودك معنا هنا في الاستوديو، ونتمنى لك إن شاء الله التوفيق في ورش العمل اللي تقدمها. الله يطول عمرك، مشكورين، يعطيك الصحة والعافية، حياك الله. الله يحييك.